بالنسبة لي اليوم الزيارة اللي هي من الزيارات المدنية اللي نعمل فيهم، بالنسبة لي الريجيون هذه تنجم تكون تقول المستقبل زاد نتاع السياحة في تونس، لأن فيها التراث والثقافة والطبيعة والكل بوتنسيال مازلنا يعني ما استغلناش وما تلهيناش به بالكدا. قابلت اليوم الصباح المهنيين وحكيت معهم على المشاكل اللي عندهم، واللي هما اللي احنا في تونس كي تحب تستثمر في السياحة خارجا من المناطق السياحية التقليدية تلقى فريمون كان مشاكل وبرشا دي معتدي فيه باش نجم تخرج منهم. مازلنا مالوغوزمون في العقلية متاع المنطقة السياحية، ولكن بالنسبة لي الجمهورية التونسية الكل هي منطقة سياحية ماهيش كان المناطق السياحية التقليدية. هذه أول حاجة، دونك قاعدين نخدموا كيفاش باش نسهلوا الاستثمار أكثر في خارج من المناطق التقليدية. ثاني حاجة، مشيت للبرج يعني الأثري في قليبيا، والله يسخف واحد قلبه يوجع كي يدخل غاديك ماذا بيه يشوف زوز ولا 3000 سياح، ولكن تلقى الحشيش تلقى معناتها من برا هو منظروا فريمون طياره، ما كي تدخل داخل وتسمع اللي هما 6 وزارات معناتها من الداخليه للدفاع للثقافه للسياحه الاكثر، اللي معناتها اللي حد باش يعمل حاجه غاديك لازمو بريسك يعمل كورديناسيون نتاع حكومه كامله. وهذاك كيفاش احنا قاعدين واقفين في ثنيه، هيك علاش انا نحب يعني ندعم زميلي مراد صقلي اللي هو قال لازمنا التراث نتاعنا نعطيه معناتها يستغلوه للخواص، مش معناتها قامت عليه بوليميك، مش معناتها باش نعطيه التراث نتاعنا للعباد، هكا التراث ادخلوا له شوفوا كيفاش معناتها كله حشيش ومبزع ومعناتها حاجه فريمون حتى حد ما ينجم يتلهى بها بالكدا، ماهوش الباتريمون الجيستيون دو باتريمون كيفاش نستغلوه، كان جا غاديك حد يستغل فيه بالكدا راهو يولي فريمون ينجم يجيب الالاف السواح لقليبيا او الاكثر. وهذاك فريمون توا لازمنا نتعاونوا الكل، ما نطلعوش لي بوليميك، نتعاونوا نحطوا اليد في اليد باش نخرجوا من المشاكل هذه. الموسم السياحي احنا توا يعني قلنا ان شاء الله في جويليا اوت يعني في الصيف باش يجيونا زوز ملايين سياح معناتها في البيريود هذه. اليوم كنا في اوتيل في قليبيا مثلا معبي 100%، نعرف ثم وقت لاخرين ناقصين. بعد ما تلهينا احنا توا كوزاره من الاول بحكايه يعني البيئه وحكايه الامن وكل شيء، وان شاء الله الامن يقعد كما هو توا، توا بدينا باش ندخلوا على الجوده معناتها نحبوا نوصلوا على الكاليتي، الجوده في ليزتابليسمون، تعرفوا توينز الكل برشا مالوغوزمون نمشيو للريستورون نمشيو لتون نلقاوش السيرفيس اللي نحبوه وكل شيء، وهذاك بدينا دونك باللي كونترول ونخدموا مع المهنه زاده باش يعني باش نعملوا ليدوكاسيون ترينينغ وباش نزيدوا ان شاء الله الاشهر القدام نخدموا على الجوده. ان شاء الله قلنا 6.4 ملايين كان المناخ يعني السياسي والامني ويقعد كما هو اليوم.